90 ثانية عندك وقت تتكلم. شروع شوت. بداية نبارك لكم هذا الفوز. كيف وجدت هذا اللقاء؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك زملاء اللاعبين وإدارة نادي الهلال. الحمد لله الفوز هذا كان فوز ثمين وكان بالصعب الحمد لله، وحنا مو يعني وحنا قد هالفوز، يعني احنا جايين اصلا لايران، جايين نبغى 3 نقاط والحمد لله حصلنا عليها والحمد لله رب العالمين. بالنسبه للاحداث التي حدثت خلال اللقاء، ما هو رايك بها؟ والله حدث مؤسف، يعني ما توقعنا كذا، يعني انه متفجرات واحجار انت بكرامه، وبس الحمد لله ان تغلبنا على هذا نسينا، عشان هم بغيت يطلعونا من طورنا، بس الحمد لله ان مركزين في الملعب هذا اهم شيء، احنا جايين الهدف وخذيناه والحمد لله. ماذا عن الاحداث الرياضيه التي حدثت؟ زي ايش يعني الاحداث الرياضيه؟ يعني بعض المشاحنات، الكارتات. لا بالعكس، ما في شيء في الملعب الحمد لله، كله كان لعب رجولي في الملعب، الفريق يبغى، كل فريق يبغى ياخذ 3 نقاط، الحمد لله ان ربي وفقنا حصلنا عليها. موفقين، شكرا جزيلا.